إلى الأستاذ حسن عصفور الوزير السابق والسياسي الفلسطيني الموجود معنا في القاهرة. أستاذ حسن، لدينا دائما شعور، وليس يعني شعور شخصي وشعور عام، أنه وكأنه هذه الانتخابات انتخابات معلبة متفق عليها ما بين الحركتان الكبيرتين، حركة حماس وحركة فتح، وأنه بالنهاية هي عملية تجديد لنفس الطاقم في غزة وفي رام الله. ما رأيك؟ يعني من حيث المبدأ يمكن الكل بيعرف موقفي انه ضد الانتخابات هاي من حيث المبدأ، يعني لان هاي انتخابات تجديد شرعية الاحتلال وليس تجديد شرعية الحركة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، لانها تطيل امد الارتباط وتطيل امد الحكم الذاتي الذي تقلص حتى عما كان عليه في عهد الشهيد الخالد ياسر عرفات. نحن الان نتحدث عن كيف يمكن ان نعزز هذه العلاقة، رغم أن المطلوب عكس ذلك تماما. يعني كل قرارات الشرعية الفلسطينية والمؤسسات وطلبات الحركات بما فيها حركة حماس فك الارتباط عن الاحتلال. الآن نذهب إلى تعزيز العلاقة مع الاحتلال بما يخدم شروط الاحتلال، من حيث القدس موضوعيا الآن هي خارج العملية الانتخابية من بحكم الدعايه والترشيح الاعلان المقرات، هذا لن يكون على الاطلاق، واللي بيحلم بقول لك انا بقول له كذاب من الان، مين ما كان يكون، لن تكون القدس جزء من العمليه الانتخابيه الا عبر البعد الالكتروني، وهنا هذا اول عمليه تهويد للوضع الفلسطيني القائم. المساله الثانيه والغريب اللي لحد الان مش حد محدش قابل يقتنع فيه، ان الرئيس محمود عباس اصبح رئيس لدوله فلسطين وفق المرسوم الذي رحبت فيه جميع القوى بما في حركه حماس. يعني احنا الان لدينا رئيس دوله وسنذهب الى انتخابات سلطه، يعني عمليه يعني استهبال نادر في التاريخ السياسي. اتحدى ان يكون هناك تجربه في اي نظام سياسي، قرقوشي مرقوشي اي شيء بدك اياه سميه، ان تجد مثل هذه الازدواجيه، رئيس دوله ولكنها يجري انتخابات لسلطه اللي هي ادنى منه. طيب استاذ حسن، هناك يعني